احنا خلصنا الاصحاح الاولاني من رسالة يعقوب. افكركم به، يعقوب الملقب باخو الرب لانه ابن خالة ربنا يسوع المسيح، واول اسقف لاورشليم، اقدم اسقف في تاريخ الكنيسة، ويسمى يعقوب الصغير عشان في يعقوب تاني ابن زبدي اللي استشهد بدري. بدأ كلامه عن التجربة وقال لنا ازاي نقابل التجارب اللي تجيلنا من ربنا بفرح، بصبر، بطلب حكمة، بإيمان، بالتضاع. وبعدين كلمنا عن نوع تاني من التجارب اللي هي بمعنى الخطأ أو الخطية، وقال محدش يقع في خطية ويقول ربنا وقعني. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور، لكن كل واحد ينجذب يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. وقال لنا أن ربنا دايما عطايا صالحة. والباراجراف الأخراني كان عن جهادنا الروحي عشان ما نقعش في الغلط، ازاي الواحد يبقى مسرع في الاستماع، مبطئ في التكلم، مبطئ في الغضب، ازاي الواحد يقرأ الانجيل ما يبقاش سامع بس، يبقى سامع عامل بالكلمة. ودانا التشبيه الجميل بتاع المراية، اللي بيبص في المراية مفروض يصلح منظره، لو بص وما عملش حاجة زي اللي بيقرأ الإنجيل ما يعملش حاجة. وفي الآخر لخص لنا التدين وقال لو واحد متدين ومش بيلجم لسانه يبقى بيغش نفسه، لكن الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. وكأننا حددنا ثلاث معالم للتدين أو ثلاث علامات للتدين السليم. أولا اللسان، على قد ما اللسان يكون نقي يبقى التدين مظبوط. اثنين حب الغلابة والمحتاجين. ثلاثة حفظ الإنسان نفسه بلا دنس. ثلاث علامات حطتهم يعقوب للتدين الحقيقي. ندخل على إصحاح 2. برضو بفكركم أن رسالة يعقوب تتميز كلها أنها رسالة عملية جدا، يعني ما فيهاش فلسفة، ما فيهاش شرح عقائد، لكن كلها وصايا عملية وسلوكية. يا إخواتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخوات من ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ يبقى الإصحاح الثاني هيبتدي بالكلام عن خطية مشهورة اسمها خطية المحاباة. المحاباة يعني إيه؟ يعني واحد بيحابي واحد، يعني بيجامله على حساب الحق. والمحاباة والرياء تقريبا كلمتين يعني ما كانوش متساويين، يبقوا قرايب. لكن المحاباة يمكن فيها نوع من تمييز واحد على واحد. فأنا بيقول اللي عنده إيمان ربنا يسوع المسيح ما يبقاش الإيمان ده مخلوط بالمحاباة، لازم يبقى إيمان نقي ما فيهوش محاباة. تقصد إيه؟ يدينا مثل، والمثل ده طبعا من واقع الكنيسة زمان ومن واقع الكنيسة في كل زمان، وبالتالي الخطية دي تبان أنها خطية دايما موجودة وبتحارب التدين،
وبتحارب الإيمان المستقيم. عشان يشرح الخطية اللي بيتكلم عنها فقدنا مثل، قال لو دخل مجمعكم رجل بخواتم ذهب، علامات الغنى في زمانهم، في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس قذر، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي، يعني عينيكم تشدت ناحية الرجل اللي لابس كويس الغني، وقلتم له اجلس أنت ها هنا، معناها تفضل قدام ونعمل الاهتمام الزيادة والترحيب الزيادة، وقلت للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، يعني أقف بعيد أو أقف تحت على الأرض تحت رجلين الغني أو تحت رجلين عامة الشعب. معلمنا يعقوب شايف التصرف ده اسمه محاباة، لأن احنا قاعدين في محضر ربنا وفي كنيسة كلنا كرامة واحدة قدام ربنا، كلنا قيمة واحدة قدام ربنا، كلنا ربنا اشترانا بدمه وما فيش فضل الواحد على التاني، والغنى ده موضوع ملوش قيمة قوي عند ربنا. فهنا بيقول ازاي تعملوا التصرف ده ولا ترتابوا في انفسكم، يعني ازاي عديتوا التصرف ده وما ارتبتوش في اللي عملته، يعني ما رجعتوش تراجعوا نفسكم في اللي عملته، وتصيرون قضاة افكار شريرة، يعني ازاي عملتوا التصرف ده والفكرة الشريرة دي ما حكمتهاش. يعني هو بيطالبنا ان احنا نرتاب في انفسنا. نرتاب يعني ايه؟ يعني يقعد الواحد بعد كل تصرف يراجع نفسه، اللي انا عملته ده صح ولا لا، بالذات لما يكون التصرف واضح ان فيه خلل. فهو مستغرب بيقول تعملوا الحكاية دي ولا ترتابوا في انفسكم، ما تتشككش اللحظة كده ان انت عملت حاجة غلط، ولا تصير قاضي لأفكارك الشريرة، مش تقعد كده وتجيب الفكرة دي وتفحصها. انت ميزت بين واحد عن واحد وعملت واحد باحتقار وعملت واحد باهتمام زيادة، طب والفكرة دي مشيت كده من غير ما تقاضيها من غير ما تحكمها. طبعا يبان من الكلام من وسط الكلام فكرة الجهاد الروحي، ان الواحد فينا بيراجع على افكاره وبيراجع على تصرفاته، يعني هو بيعلمنا ضمنيا ان الواحد فينا يجي اخر كل يوم مثلا ويراجع على تصرفاته، عمل ايه؟ ممكن يكون واحد اتصرف غلط وما خدش باله، ممكن الواحد يكون جا في دماغه فكرة غلط وما رصدهاش، لكن على الاقل مفروض في اخر اليوم مثلا الواحد يجي يراجع، انا اتصرفت كده ليه؟ انا الفكرة دي عدت على دماغي ازاي وما حكمتهاش وما حسبتش نفسي عليها ازاي. فهنا هو مستغرب ان هم يعملوا العملة دي وما يحسوش بذنب، يعني هو مش بس بيلومهم عليها، ده بيلومهم ازاي مش حاسين بالجرم في تصرف زي كده. ده يورينا انه بالرغم ان الكنيسة لسه كنيسة قوية وفي الاول، لكن هذا المرض اللي اسمه المحاباة دخل في الكنيسة برضه، بالرغم انها كنيسة في القرن الاول، يعني كنيسة قوية، كنيسة كلها معجزات وكلها كرازة، لكن مع عظمة الكنيسة في مرض دخل، في محاباة في تمييز واحد عن الثاني. أما معلمنا يعقوب الإنسان النقي والمعلم الأول في الكنيسة في ساعتها لأنه أسقف، يقول إزاي تعدوا الفكرة دي، إزاي تعدوا التصرف ده. طبعا الكلام ده يخلينا النهاردة نحاكم أفكار كتيرة قوي، ده في تصرفات كتيرة بقى غلط، ونحن لا نرتاب في أنفسنا. الواحد ممكن يعمل حاجات كتيرة غلط وما يرجعش نفسه عليه. أحيانا نحن نعامل الناس باحتقار أو بعدم اهتمام حسب منظرهم من بره. لو قال لك رجل غلبان بجلبية التعامل غير رجل لابس بدلة، أو إنسانة غلبانة كده لابسة لبس، يعني غير لما تكون واحدة شيك باين عليها غنية،
معلمنا يعقوب بيقول ازاي تتصرفوا وما تحكموش افكاركم وتصرفكم بعد كده. يقول اسمعوا يا اخوتي الاحباء، اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ شوفوا هو هيعالج الموقف ازاي. يبقى هو الاول شرح المشكلة اللي مضايقان او المرض الروحي، وادانا مثل عشان الناس تبقى فاهمة ايه المقصود بكلمة المحاباة في الايمان. هم كلهم مؤمنين، كلهم مسيحيين، كلهم جوه الكنيسة، لكن فيهم محاباة. عشان يعالج الاول هيرفع شأن الفقير جدا، فقال لنا اسمعوا بقى يا اخواتي، دول كلهم اولاده لانه اسقف، لكن بيقول يا اخواتي الاحباء، اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ يعني انتوا ناسيين ان ربنا اختار الفقراء اللي في الزمن ده في العالم أغنياء عنده في الإيمان، وأول ناس تورث ورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. جاب الفكرة دي منين؟ الحقيقة اللي يمشي مع تاريخ اختيارات الله دايما يلاقي أغلب المختارين من الله كانوا فقراء. طبعا كان في منهم أغنياء، ربنا مش ضد الغنى، لكن لما نبص على التلاميذ الاثناشر أغلبهم صيادين وكلهم من قرى فقيرة، كلها درجة تعليم متواضعة وفلوس قليلة قوي وحياة بسيطة جدا، لدرجة لما كانوا يقضوا النهار ما بيبقوش عارفين هياكلوا امتى وهياكلوا فين. ناس بسط ما بتحسبش وما بتحوش، وهم دول الاثناشر كاهن اللي في السماء حوالين العرش إلى الأبد، نشر رسول بنتشفع بهم في كل زمن. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان. لما نفتكر مثل اللي قاله ربنا يسوع عن الغني والعازر، غني قاعد مشغول بالفلوس والغنى، والعازر راجل غلبان كل اللي عنده يشكر ربنا على الهم اللي هو فيه وخلاص، قابل التجربة وبيشكر. بقى العازر غني في الملكوت والغني مطروح في جهنم. فبيقول لهم ازاي تيجوا على الفقير اللي بالنسبة لربنا او عند ربنا بيختار الفقير ده اغنى في الملكوت ويورث قبل الغني الملكوت. برضه عشان محدش ياخدها بشكل مطلق، مش معنى كده كل فقير غني في الايمان وكل فقير هيسبق الغني، لا. طب أبونا إبراهيم أبو الإيمان كله، وأبونا إبراهيم كان أغنى واحد في زمنه، أيوب كان أغنى واحد في زمنه وكان كله إيمان، لكن كتير قوي من الفقراء يبقى إيمانهم أكتر من الأغنياء، لأن أحيانا الفلوس تعطل الإيمان، لأنه اللي ما عندوش حاجة بيضطر يبص ربنا ويتكل عليه، لكن اللي عنده حاجات بيبص فيها وينشغل بيها ويتكل عليها، وفين لما تروح كلها لولا ما يفكر يتكل على ربنا. فكتير ما يكون الغنى معطل في الإيمان، مش الفلوس غلط ولا الغنى، لكن محبة الحاجات والاتكال على الحاجات. فهنا معلمنا يعقوب بيقول انتوا بتظلموا الفقير، مين قال لكم ان الغلبان اللي انتوا قلتوا له أفوارة ده ولا اقعد تحت رجلينا؟ ما يمكن في نظر الله إيمانه أكتر مننا كلنا، ما يمكن في الملكوت هيبقى مكانته أعلى مننا كلنا. هنقول إيه ربنا لو طلعنا السماء ولقينا الفقير اللي احتقرناه ده أقرب للمسيح وللقدسين مننا كلنا؟ هنقابله إزاي الفقير الغلبان ده لما نروح السماء ونلاقيه قاعد منور كده في حضرة ربنا وإيمانه تفوق علينا كلنا وجهاده تفوق علينا كلنا، ونبقى نقول له يعني احنا متأسفين جدا عملناك بقلة احترام، ما كناش نعرف مجدك ده كله، هتبقى كسب. فهنا معلمنا يعقوب اللي إيمانه بسيط، ويعقوب على فكرة كان يعتقد من النساك، يعني كان ناسك هيبان في بقية الرسالة،
بيقول اوعوا تنسوا ان ربنا بيختار الفقراء احيانا اغنياء في الايمان، وان الفقر والغنى بالنسبة لنا لبس وفلوس، لكن بالنسبة لربنا اولا ايمان. الفقر والغنى عند ربنا اولا في الايمان. واحد ممكن ما يبقاش عنده حاجة خالص لكن يبقى قدام ربنا غني جدا. تبان مثلا في قصة المرأة ذات الفلسين، لما كانوا واقفين في الهيكل، وفي مكان خاص في الهيكل زمان اليهودي اسمه الخزانة يحطوا فيها التبرعات والعشور والحاجات، فكان يدخل الغني، وبعض الأغنياء كانوا يدخلوا الجلجلو يمشوا بأجراس كده عشان يدخل يحط الفلوس، عشان كل الناس تاخد بالها فلان جه هيحط الفلوس، وطبعا تحط بقى دينارات وحاجات كده تترن. ودخلت أرملة ملهاش حاجة خالص، عندها فلسين يعني زي 2 مليم، حاجة ملهاش قيمة خالص، وما كانش عندها غير الفلسين دول. وكان المسيح قاعد في الهيكل، والتلاميذ يبدو ابتدوا يحكوا، كل واحد خد جنبه. ولما رمت الفلسين طلعت من الباب في سكوت، ما حدش حاسس بيها طبعا، ولا حد هيبص عليها، ولا حد متوقع انها تحط حاجة، دي بتدخل تاخد ما تحطش. المسيح اول ما شافها استدعى التلاميذ وقال لهم شايفين الست دي؟ الست دي اعطت اكثر من كل هؤلاء، لان من اعوازها قد اعطت، اعطت كل معيشتها، ادت الفلسين اللي يمكن هتاكل بيهم وما تعرفش هتاكل ولا لا. فقال لهم دي كل الاغنياء اللي فاتوا دول ما يجوش حاجه جنبها. وكانت كبيره في عينين ربنا، وكانت كبيره في عينين التلاميذ، بالرغم انها امراه في نظر الكل معدمه ومحدش باصص لها، لكن اللي عملته يدل على ايمان وغنى في الايمان، انها اعطت كل معيشتها. احنا يوم ما بندي بندي فائض، يوم ما ندي العشور يمكن يعني الشيطان يجي يقول لنا لحسن تحتاجوا العشور، مش كده؟ لكن مين بيدي العشرة من عشرة ويقول عشايا على الله؟ دي عاوزة ايمان جامد قوي دي، ان تعطي كل معيشتها من اعوازها اعطت، ده ايمان. الارملة اللي في تاريخ حياة ايليا النبي، كان في أرملة في بلد اسمها صرفة صيدا في فلسطين، كان في مجاعة شديدة جدا في البلد، فربنا قال لي إليه تعالى هعولك عند واحدة أرملة. طب يا رب ما البيوت كتيرة وفي غنى كتير، ما تعولني في بيت محترم. خدوا في كوخ كده فقير جدا، وست أرملة عندها عيل ولوحدهم عايشين، وقالت له اعمل لي أكل. فدخل عندها وقال لها اعملي لي اكل وهاتي لي اشرب. قالت له اللي عندي حته دقيق قد كده، شويه زيت قد كده، يا دوب هعمل كحكه هاكلها انا والولد ونموت، يعني ما فيش بعد كده، هعمل لك انت الاول ازاي؟ لكن بدل انت رجل الله وقلت كده حاضر، مع انها ما كانتش يهوديه، شوفوا ايمانها البسيط، ما كانتش يهوديه بس كانت عارفه ايليا وكانت تسمع عنه. فقال لها شوفي كوار الزيت مش هيخلص ابدا، كوز الزيت مش هيخلص ابدا، وكوار الدقيق لن يفرغ ابدا. فكانت هذه الارمله الفقيره اللي محتاجه اللي يعولها عالت نبي الله ايليا طول سنين المجاعه بايمان، لان الله اختارها كغنيه في الايمان، اختارها تاخد بركه ان ايليا النبي يعيش في بيتها، واختارها بفقرها انها تكون غنية. وإليا في يوم من الايام ابنها لما يموت يقومه لها من الموت. كل ده ليه؟ اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان. صدقوني واحنا ماشيين في الشوارع لما تشوف واحد فقير فكر يمكن ده يكون مكانه في السماء اعلى من مكاننا كلنا، يمكن ده يكون في نظر ربنا اغنى مننا كلنا، فبدل ما تعامله باحتقار عامله باحترام، يمكن يشفع فينا، يمكن ده اللي يقول لربنا الراجل ده خد باله مني. وده اللي قصده ربنا يسوع في مثل وكيل الظل، لما قال كلمة بتلخبطنا ساعات، لما قال اصنعوا لكم أصدقاء
بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال للأبدية. يعني الشاطر يشتري لنفسه أصحاب بمال الدنيا، مال الظلم، يعني الفلوس اللي في إيدينا دي بتلف على الحرامية وبتلف على الاختلاس وبتروح في أماكن لا تليق. مادة الحياة دي فيها ظلم، الفلوس اللي في إيدينا كلها يعني خطايا وظلم. طب هذه المادة اللي بتضيع الملكوت من ملايين من البشر، ما تعالوا احنا نبقى نصحين ونشتري بيها ناس يشفعوا فينا في السماء. اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم، لما نمشي ونسيب الدنيا دي يقبلونكم في المظال الأبدي. يقولوا لا رب، ده راجل كان كريم، ده كان مشغول علينا، ده كان بيهتم بأحوالنا. لأن الفقراء دول ممكن يبقوا عن يمين الله قريبين ليه جدا بسبب إيمانهم مش بسبب فقرهم، ويقولوا يا رب الجماعة دول بالرغم من تقصيراتهم وإهمالهم وتهاونهم في حاجات كتير بس اشترونا كأصحاب ليهم، عملونا بمحبة، اهتموا بحالنا، فعشان خاطرنا يا رب سامحهم. نفس اللي قال ربنا يسوع: كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مسجونا، كنت مريضا، وبما أنكم فعلتموه بأحد أخواتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتوا. اللي عملتوه مع واحد غلبان زي كده بعملتوه معايا. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان، فمحدش فينا يحتقر الفقير، لأنه ممكن يكون في عينين ربنا كبير. إلا أكثر من ده كله أن ربنا لما جه عالمنا كان ممكن يجي بأي شكل هو يحب، كان ممكن يجي أغنى واحد، لكن المسيح على المجد اختار أن يعيش فقيرا، يولد فقير ويعيش فقير ويموت فقير، بالرغم أنه ده ربنا، ربنا نفسه. لكن لما جه العالم كان تابع لفئة الفقراء مش فئة الأغنياء. اتولد في حتة ما فيش فقير في الدنيا يقبل يتولد فيها، اتولد في زريبة وسط البهايم، يمكن ما فيش فقير اتولد في الظروف الصعبة دي. ولم يكن له أين يسند رأسه، ما كانش معاه قرش في جلبيته. لما طلبوا منه الجزية مرة قال له بطرس: روح ارمي صنارة والسمكة اللي هتطلع افتحها تلاقي فيها استار، ادفع عني وعنك يا رب، معكس الضريبة الصغيرة دي حاجة بسيطة يعني. لا معهوش حاجة. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. برضو من وسط كلام يعقوب نطلع بفكر حلو، إن الملكوت وعد ربنا لمين؟ للي بيحبوه، للي بيحبوا ربنا هياخدوا الملكوت. كل اللي مستنيين ربنا ومشغولين على الملكوت ياخدوا الملكوت. حكاية سهلة مش صعبة. أنت بتحب ربنا ونفسك تروح السماء ويبقى لك نصيب مع ربنا في الملكوت، خلاص هو وعد الذين يحبونه. طب اللي مش بيحبوه ما لهمش ملكوت، اللي مش مشغولين على الملكوت هياخدوا ليه؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. أول ناس هينشغلوا على الملكوت قد يكونوا الفقراء، لأن ما شافوش ملكوت على الأرض فبيحطوا رجائهم في السماء. يمكن لأن على الأرض كانت حياتهم كلها قسوة وآلام، كان منتظرهم ورجائهم يرتاحوا في السماء، فيبقى ربنا لازم يجازيهم ويريحهم في السماء. وأما أنتم فأهنتم الفقير، يعني قصاد أن ربنا يختار الفقير ويعتبره غني في الإيمان ويورث الملكوت، أنتم قصاد كده عملتوا إيه في الفقير؟ أهنتم الفقير. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم؟ هو بيكلم مجتمع الكنيسة فبيقول لهم الفقير عمل فيكم إيه والغني فعمل فيكم إيه؟ أو الغني اللي أنتم عملون تحابوه ده وتكرموه زيادة، ده هو ده اللي بيطلع عينيكم. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم؟ هو حد بيعمل مشاكل قد الأغنياء ويجرونكم إلى المحاكم؟ يعني بأي دافع أنت بتحاب الغني، مع أن يمكن الغني هو اللي يحب يتسلط على الناس وهو اللي يمكن يطالب بحقه ويعمل مشاكل في المحاكم،
بينما الغلبان غلبان، غلبان في فلوسه، غلبان في حاله، غلبان في مشاكله. أما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ تلاحظوا أن خطية التجديف ممكن تطلع من الغني أكثر من الفقير. التجديف مقصود بها إيه؟ الاستهانة بربنا أو التريقة على ربنا أو إهانة اسم ربنا. لأن الغني لا يحتاج لله، أو يتصور كده يعني، فممكن يتريق على ربنا وعلى التدين وعلى المتدينين كتير قوي في مجالس المستهزئين اللي يبقى فيها فلوس، يسخروا بالمتدينين ويعتبروا أي نوع من التدين دروشة. فما أنت بتعمل كده ليه؟ أصلا هو مستغني، هو فاكر نفسه ربنا مش محتاج ربنا. الغلبان ما يقدرش يعمل كده، الغلبان يستحرم، يخاف، عنده خوف طبيعي من ربنا لأنه عايش بربنا غصب عنه، أكلة يومه دي محتاجة ربنا. فبيقول إيه الأغنياء اللي أنتوا عمالين تحبوهم دول وتكرموهم زيادة، وهم اللي مدخلينكم محاكم، وهم اللي بيتسلطوا عليكم، وكمان هم اللي بيجدفوا على الاسم الحسن، اسم الله اللي دعي علينا، الذي دعي به عليكم. احنا منسوبين لله دلوقتي، علينا اسم ربنا، اسمنا مسيحيين، فاسم المسيح ممكن يهان من الاغنياء قبل الفقر. فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسنا تفعلوا. يعني ايه دي؟ الاصحاح اللي فات لو تفتكروا سمى شريعه العهد الجديد ايه؟ قال عليها كلمتين اللي فاكر، قال عليها ناموس الكامل، الناموس الكامل، وقال عليها ناموس الحرية. يعني شريعة العهد الجديد، احنا عندنا ناموس طبعا، عندنا الموعظة على الجبل تمثل شريعة العهد الجديد المطلوب مني كإنسان مسيح في نظام، لكن الناموس ده ناموس كامل مقارنة بناموس العهد القديم. العهد القديم المسيح جه كمله، ما جئت لأنقض بل لأكمل. والناموس ده اسمه ناموس الحرية لأنه مش مبني على نواهي وأوامر قد ما هو مبني على حريتي في المسيح كابن. أنا ابن لله دلوقتي، يصح أن ناخد بالي من كذا وكذا وكذا، فاسمه ناموس الحرية. الاسم الثالث اللي مديه لشريعة العهد الجديد الناموس الملوكي. يعني احنا بنتكلم عن ملكوت الله، وملكوت الله له ناموس، ملك الله على أولاده له شريعته. هذا الناموس الملوكي من بنوده المهمة جدا في الأول، تحب قريبك كنفسك، لأن المسيح له المجد أكدها في حواراته ودافع عنها مع أنها كوصية عهد قديم، وشرحها في مثل السمير الصالح لما طلع القريب أي واحد، مش القريب مقصود ابن الخال وابن العم، لا، تطلع القريب كل واحد ممكن تقابله. فبيقول لهم شوفوا، لو انتوا عاوزين تكملوا الناموس الملوكي حسب المكتوب، يعني انتوا لو عاوزين تتمموا وصايا المسيح ومن اهمها واولها تحب قريبا كنفسك، كويس، حسنا تفعلون. ولكن ان كنتم تحابون، تفعلون خطيئة، يعني مش ممكن هتعمل تحب قريبك كنفسك دي بأمانة لو في حياتك محاباة. فاهمين هو عاوز يقول ايه؟ يعني هذه المحاباة تتعارض تعارض واضح مع وصية زي تحب قريبك كنفسك. طب انت ميزت للقريب الغني من القريب الفقير، طب انت تعاملت مع الغني باحترام كنفسك، ما انت تحب يعاملوك باحترام، عملت الفقير بإهانة ليه؟ يبقى انت مش بتحبه كنفسك ولا حاجه. فبيقول لو تحب قريبك كنفسك دي شغلاكم، كويس قوي، لكن لو كنتم بتحابوا يبقى بالتالي بتكسروا الوصيه دي، تفعلون خطيه، موبخين من الناموس كمتعدين. ده عاوز يقول لهم، لان اغلبهم كان من اصل يهودي، احنا قلنا انتوا بتكسروا وصيه قديمه جدا، مش بس وصيه عهد جديد تحب قريبك كنفسك، دي وصيه عهد قديم. فانتوا بتكسروا النظام الناموس القديم والجديد لما بتحابوا.
لأن اللي هيهين الفقير أو مش هيحترمه معناه مش بيحبه كنفسه طبعا. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر 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 يعني تكعبل أو غلط في واحدة فقد صار مجرما في الكل. اللي بيقع في المحاباة غالبا عنده شوية كبرياء، إحساسه بعظمته أو ذاته تخليه ياخد باله من الغني ويهمل الفقير. فاللي حاسس إنه كويس وبيميز بين الفقير والغني حاسس إنه بيتمم الناموس، عشان كده معلمنا يعقوب داخل فيه شمال قال بص بقى، ما هو أنت كمان لو جيت على الغلبان الفقير وعملت كل الناموس الغلطة دي تخليك كأنك ما عملتش حاجة. واضحة الفكرة؟ ليه دخل فيهم شمال كده؟ لأنه صعبان عليه الغلبان، ولأن ده مرض خطير لو دخل الكنيسة تبوظ الكنيسة. في العالم المحاباة منتشرة جدا، طبيعي روح أي مكان يفرقوا بين واحد وواحد بمظهر وبفلوس أي حتة في الدنيا كده، لكن في الكنيسة لا، مفروض لا. ليه؟ الكنيسة كلنا أولاد ربنا، يدخل أقل غلبان في الدنيا ويأكل زينا جسد الرب ودم، أقل غلبان في الدنيا ينزل جرن المعمودية ويتعمد وياخد روح الله جواه. ودي الحاجات القيمة اللي عندنا الأسرار، فبالتالي احنا في الآخر متساويين في الكرامة والقيمة. لكن إن كنا هنميز يبقى بقينا نسخة من العالم ما بقتش كنيسة. فعشان كده معلمنا يعقوب تلاقوا جديد في الحتة دي، قال لهم اللي هيغلط في واحدة كأنه غلطان في الكل. ده بنظام اليهود القدام أن أغلبهم نفسياتهم يهودية. لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا للناموس. بيديهم مثال لفكرة أن اللي يكسر واحدة كأنه كسر كله. فبيقول اللي قال لا تزني قال لا تقتل، لو أنت ما لم تزني ولكن قتلت أنت في الآخر هيتقال عليك متعدي الناموس، مش هيقولوا كسر وصية واحدة، هيقولوا كسر الناموس، يعني يستحق العقاب أيا كان. فلو أنت عامل كل حاجة وتحب قريبك كنفسك دي أنت مش ملتزم بيها، صرت متعديا للناموس، تقدرش تقف بريء قدام ربنا. يا رب ده أنا باجي الكنيسة كل يوم وبصلي كتير وباخد بالي، مجرد أن أنا أهنت الفقير صرت متعديا للكل. شوفوا دفاع معلمنا يعقوب عن الفقراء، وشوفوا عاوز ينقي الكنيسة من الخطية دي ازاي. طبعا احنا لازم النهاردة نراجع نفسنا على الحتة دي، كلنا ممكن نغلط فيه ونعامل الناس زي ما العالم بيعلمنا بمنظرهم وبفلوسهم، بس دي ما يصحش، دي حاجة لا تليق بأولاد الله. لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا للناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية. لعل واحد يفتكر بيقول له أنت بتكلمنا ليه كأننا يهود، مش احنا بطلنا الناموس القديم ده؟ فبيقول له معلش، احنا مش معنى أن احنا ما بقيناش يهود أن احنا بنكسر ناموس وكلام ربنا، احنا بنكمل عليه. فبيقول هكذا تكلموا، يعني فكروا بعضكم بالكلام ده، وهكذا افعلوا، الكلام ده لازم يتعاش لازم يتنفذ. كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، يعني اليهود هيقف قدام ربنا هيسأل عن لا تزني ولا تقتل، طب احنا هنقف قدام ربنا نسأل عن لا تغضب وعن لا تنظر، ما هو ده ناموس العهد الجديد ناموس الحرية. فبيقول ده احنا بالأولى كأولاد عهد جديد مطالبين بمستوى أعلى من النقاوة ومن القداسة ومن السلوك. فإذا كانت إهانة الفقير خطية في العهد القديم فهي بالأولى جدا خطية جدا خطية كبيرة في العهد الجديد، لأنها بتكثر تحب قريبك كنفسك وبتكثر احترام ربنا للفقير، لأن ربنا اختار يعيش فقير وبيحب الفقراء وبيختارهم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. وبعدين هنا يعقوب بقى يقول لنا كلمة جديدة شوية عشان يخلي ايه الناس المتكبرين يكشوا، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة.
طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، وكمان بالناحية الثانية الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. لو ما رحمتش الغلبان ما تطلبش رحمة ربنا. طبعا ربنا يسوع ادها لنا في مثل بسيط، لأنه كان كل حاجة بيوصلها لنا بأمثال عشان نفتكرها. لما حكى لنا قصة عبدين مديونين، الأولاني مديون لسيده بمبلغ كبير قوي، فسيده بيطالبه فقال له أنا ما عنديش، قال له خلاص اذنك، قعد يعيط وبتاع، فقال له خلاص روح وسامحه في مبلغ كبير قوي. طلع العبد من دول مسك فخوه وكان عليه مبلغ صغير جدا، قال له طب استنى عليا مهلني، قال له لا، ودخله السجن. فراحوا العبيد لسيدهم وقالوا له سمعت اللي انت سامحته في مبلغ ضخم ده، مرضاش يسامح اخوه في مبلغ قد كده، قال لهم هاتهولي بقى، هاتهولي، لان الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم زلاتكم. فإذا أنا ما كنتش هرحم الغلبان أطلب رحمة ربنا؟ هيقول لي ما مالكش، أنت اللي حكمت على نفسك، الغلبان أنت اشتريت عليه ليه؟ ما كنت لازم تفكر أن أنت واقف موقفك وحش وصادي، لو كنت رحمته كان يبقى لك عين تطلب رحمه. ولكن الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. كتير من الناس اللي فاهمين الكلام ده يحبوا جدا يخدموا الفقراء باتضاع حقيقي، يقولوا بس عشان نعرف نقف قصاد ربنا، عشان شوية العطاء والرحمة اللي بنعملهم دول هم يمكن اللي يسترونا قصاد ربنا، احنا مش هنلاقي حاجة عدلة نقف فيها قصاد ربنا. وده شعور كويس، شعور حلو، ان الواحد يحب يخدم الغلابة ويجتهد جدا عشان بس يقف قصاد ربنا، لأن حياتنا مليانة أخطاء ومليانة تقصيرات ومليانة ضعفات، هنعمل إيه عشان نغطي ده كله؟ هو ربنا صحيح شاله بدمه، لكن فين إيماننا وفين الوصايا اللي مطلوبة مننا؟ بأي وش هنقف قصاد ربنا؟ لكن لما يكون الواحد عايش بيرحم الناس يبقى ربنا بيستقبله بفرح، لأنه عاش يرحم، هو كمان يستاهل يترحم. الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، وكأنه اعتبر إهانة الفقير عمل خالي من الرحمة. هو ما قالش ظلمت الفقير، هو قال أهنته. إهانة الفقير معنى الإنسان ده ما عندهش رحمة. الرحمة، الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. يعني إيه؟ يعني لو تكلمنا بالحق هنروح كلنا يعني ضايعين، لكن الرحمة تفتخر. يعني ايه؟ يعني ربنا لما يرحم العبد ده في مبلغ كبير قوي حاجة جميلة، لكن لو حسبه بالملي مفيش خلاص لحد. لو كنت للأسام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك الرحمة. يعني لو حسبتنا بالحكم بالعدل مفيش فايدة، احنا طالبين رحمتك اكتر من عدلك، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. ان الرحمه تفتخر على الحكم، الحكم يعني العدل. يعني ايه؟ يعني رحمه ربنا احلى واجمل في نظرنا جدا كناس محتاجين الرحمه من كونه يحكم بالعدل، لان العدل دي هتضيعنا كلنا، لاننا لا نستحق الا الهلاك. من مراحم الرب اننا لم نفنى للان. فبيقول الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. يعني ايه؟ تيجي بتحاسب واحد من حقك تسجنه، ده حكم، لكن عارف لو رحمته الرحمة تفتخر على الحكم. هو حقك تسجنه ماشي، طب ما حق ربنا عليك يحطك في جهنم. اذا كان طالب رحمة ربنا انت كمان ارحمه خلاص، لأن لما هترحمه رحمتك دي تفتخر أمام الله، أمام عدلك. تقول له يا رب أنا كان في إيدي وحقي إن أنا أعمل فيه كذا، لكن أنا سمحته. يا بختك لو عملت كده. فلان أخطأ في حقك، كويس، من حقك تتخانق وتصور وتقول، ولو سمحت هنا الرحمة تفتخر على الحكم، تفتخر على حقك. تقف قدام ربنا كده يقول لك ايوه انت كده عجبتني، لانك انت بقيت شبهي،
ماشي بالرحمة مش ماشي بالحكم. الرحمة تفتخر على الحكم، الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. وهنا قالها في موقف التعامل مع الفقير بالذات. إذن النص الأولاني من إصحاح 2 بيتكلم في قضية المحاباة. ده مرض روحي منتشر في الكنيسة، أو مش منتشر، بيدخل على الكنيسة. الطبقية اللي موجودة في العالم ممكن تدخل على الكنيسة، ونبقى بنعامل الناس بالمظهر، بينما المسيح علمنا أن احنا نحترم الفقير ونحبه ونشوفه مصدر غنى روحي. نشوف الفقير مصدر غنى روحي. صدقوني ساعات احنا نمشي في الشوارع نتعكنن لما يقابلنا واحد شحات، مش كده؟ يعني يفور دمنا. بينما يمكن الشحات ده لو كان صادق ومحتاج، يمكن ده يدينا احنا نعمة قدام ربنا. يمكن لو طلعت له جنيه وكان فعلا محتاجه، يبقى اداك فرصة عمل خير هتشهد لك قصاد ربنا. يحكى قصة في التاريخ عجيبة جدا عن واحد اسمه القديس بطرس العاود. الرجل ده كان بخيل جدا، وكان غني جدا في الوقت. طبعا البخيل غالبا بيبقى غني. كان بخيل لدرجة صعبة، فكان قاعد في بيته، ويبدو ان الشحاتين عملوا قصة انه اللي يعرف يطلع حاجة من بطرس هيبقى يعني هيكسب جايزة، لانه عارفين ان الرجل ده بخيل جدا مش ممكن يدي لحد حاجة. ففضل شحات يخبط على بابه ويقفل الباب فش مرة واثنين وثلاثة. فلما استفزه جدا، كان بيتعشى وكان قصاده لقمة ناشفة، خبزة ناشفة، لانه حتى العيش يعني كان بيخزنه بطريقة عشان يوفر. فقام راح بطحه بالخبزة الناشفة، رماها فش عشان يطرده. ليلتها ربنا من رحمته الواسعة بعت له حلم غريب قوي. بعت له حلم ان هو ساب الدنيا وراح يقف قصاد ربنا، ولقى ملاك شايل بلاوي ذنوب وخطايا وهيستوري فظيع في حياته من محبة العالم ومحبة المادة، وهيحطها في ميزان في كف، والكف التانية فاضية خالص، وربنا قاعد مستني مفيش حاجة في الكفة التانية. لقى ملاك جاي يجري كده من بعيد، قال له استنى يا رب، لقيت حاجة بتحط في الكفة التانية. ايه يا ملاك؟ الخبزة الناشفة اللي رماها في وش الراجل. فأول ما صحي بطرس العابد ده اترعب، بقى الخبزة الناشفة اللي اداها بدون قصد رصدها ربنا كعمل خير وتحسب له وصاد ربنا. أما البقى اللي بيعمل خير بقلبه ربنا هيشوفه شكله ايه. تحول 180 درجة في اللحظة دي. تاني يوم وزع كل فلوسه، ومن حبه في العطاء باع نفسه كعبد. في الزمن ده كان في حاجة اسمها كده، باع نفسه كعبد. ودور الأيام والسنين بقى قديس عظيم، وهو عبد بقى يعمل معجزات، واتعرفت شخصيته، وكانت قصة كبيرة قوي بعد كده. لكن كانت بداية غريبة جدا، لأنه ربنا أشار له أنه حتى عمل الخير اللي على الماشي يعني ريكوردد عند ربنا. فإحنا بالأولى لما بدل ما نتغاظ من فقير بنقابله، ولا محتاج هيضيع وقتنا، ولا صاحب مشكلة يعني بيخبط على بابنا، فإحنا نقول دي فرصة، حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع. دي فرص لو استغلناها يبقى فاهمين الكتاب صح. ده الاستثمار الحقيقي، ان الواحد يستثمر وقته وعمره في عمل الخير. لكن تستثمر في فلوس وبعدين انت هتسيبها وتمشي، وفي لحظة الفلوس دي بتتبخر، واليومين دول الحكاية بقت سهلة قوي. طب عمل الخير عمره ما يتبخر، عمره ما يروح، ولا الخبزة الناشفة هتروح. فهنا بيقول الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. احنا عندنا فرصة ان بلادنا فقيرة، يعني عندنا مجال لعمل الخير كل يوم كل لحظة. خلينا
شبه ربنا أن نعطي بسخاء. مشهور قوي في المصريين مثلا حكاية الفصال، تلاقي واحد غني يروح يشتري خضار، هو لو قال له 20 جنيه ممكن يدفع 100 جنيه، لكن لو قال له 20 جنيه يقول له لا كتير 18. يا سيدي انت مش محتاج الاثنين جنيه، مش على بالك، بس هي الفصال. طبعا دي كلام بتاع الدنيا، ده مش كلام بتاع الكتاب. ويقولك عشان ما يستغلنيش، ما يمكن يعني إذا قلنا 80% مستغلين، ما يمكن في 20% مش مستغلين. أنت مش محتاج القرش ده، بارك أن ربنا مش مخليك محتاج الجنيه والاثنين جنيه زيادة. طيب خلاص سيبهم، ادي بسخاء. ربنا عمره ما بيعاملنا بالوحدة، ده لو عاملنا بالوحدة ما كانش ده بقى حالنا. ربنا بيدي بسخاء، فإحنا كمان لازم نبقى شبه ربنا، نعطي بسخاء. سيب، مش هيهمكش، وانت لما هتسيب هتلاقي الخير بيزيد. دي حكمة الحياة الروحية كده. فسيب، ما تقعدش تحسب، ما تفكرش. صدقوني حتى لو سيبنا الناس تستغلنا في بعض الأوقات بتبقى بركة. يعني لما المسيح يقول من أراد أن يأخذ ثوبك، على طول تيجي في بالك لا ونسيبه، ده أنا أخذ ثوبه وأخذ رداعه لو هو عاوز ياخد ثوبي. تلاقي المسيح يقول غير كده، من أراد أن يأخذ ثوبك اترك له الرداء أيضا. هياخد إيه من الثوب ومن الرداء؟ ما كلها حاجات بسيطة، ده أنا أجيب لك لبس الدنيا كله. ربنا يقول يعني أنت ليه يعني صعبان عليك من الاستغلال؟ هم بيستغلوك إيه؟ في شوية تراب؟ ما في الآخر ده كله شوية تراب. وأنت لو لقيت 2 عيال بيتخانقوا مين يجمع تراب أكتر، بذمتك هتبص عليهم وتقول إيه؟ تقول أصلهم شوية عيال، احنا ساعات نبقى كده عمالين نتخانق على شوية تراب مين يجمعوا أكتر. وهي الحكاية مش كده خالص. اعمل خير، خليك تحوش حاجة عليها القيمة، لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا كنوزا في السماء. ما المنفعة يا إخواتي؟ هندخل في قضيتان. إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ هيدخل في قضية تاني بس هي مرتبطة باللي فاتت، لأنه يبدو أنه في كنيسة أورشليم الأولى دي أول ظاهرة وحشة حكاية المحاباة، في ظاهرة تاني حكاية الإيمان بس بالكلام المظهرية. يعني في ناس كتير عندها إيمان بس أعمالها سلوكياتها ما اتغيرتش، فابتدى بقى كمان يعالج المشكلة دي. فبيقول ما المنفعة يا إخواتي؟ لو واحد قال انه عنده ايمان لكن ليس له اعمال، هل يقدر الايمان ان يخلصه؟ هو هنا يعني بيقول هل، يعني لا يقدر الايمان ان يخلصه. يعني لو ايمان بس، واحد بيقول انا عندي ايمان بربنا وعندي ايمان بالمسيح وعندي ايمان بالصليب وعندي ايمان بالابدية، قال تمام حاجة حلوة، وبعدين بس خلاص يعيش بقى براحته ويلخبط براحته ويأذي الناس ويكرهه ينشغل بالماديات، هل يقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، يعني لو الراجل ده اللي بيقول عنده إيمان شاف أخ أو أخت جعانين وعريانين محتاجين القوت اليومي، محتاجين لقمة يومهم، فقال لهم أحدكم امضي بسلام استدفئ واشبع، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفع؟ لو واحد شافهم وقال لهم على الله، هي بالضبط كده، يعني ايه؟ يعني امضي استدفئ واشبع، روحوا اشبعوا، اشبعوا زي ما هم ما عندهمش، استدفئ واشبع. حتى لو كان عن ايمان بيقول انا بقول كده وربنا هو اللي يعلهم، الايمان ده مش ما يوزنش عند ربنا. ليه؟ لأنه لم يعطيهما حاجات الجسد، بدل عنده مداش ليه؟ طيب هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. وأنا هقف في دي بقى ونتكلم شوي، لأن دي قضية مهمة قوي. إحنا كلنا عندنا إيمان حتى لو بنسب مختلف، صحيح كلنا بنضعف ونشك في وقت، لكن كلنا كمان في قلبنا في شوية إيمان.
إيمان بربنا وإيمان بالحياة الأخرى وإيمان بعمل الصالح لكن اللي بيفرق واحد عن التاني الأعمال اللي بتطلع من إيمانه. يعني إيه اللي بيخلي واحد يغلط براحته؟ واحد لما يغلط ضميره يتعبه. اللي بيغلط براحته بيقول إنه عنده إيمان بربنا بس عمره ما خد باله إن ربنا ده قاعد قصاده وحاضر في كل مكان، فماشي يلخبط ويغلط وكأن ربنا مش موجود، مع أنك لو سألت قلت له ربنا موجود ولا لا يقول لك طبعا موجود. طب إذا كان موجود بتغلط إزاي؟ إذا كان ربنا موجود وفي كل مكان وشايف كل حاجة أنت بتغلط كده براحتك إزاي؟ وهذا الإيمان والأعمال. يعني إيمان إزاي بدون أعمال؟ يبقى ميت في ذاته. ميت في ذاته يعني ميت في أصله، يعني مش ممكن يكون إيمان حقيقي، ده إيمان مزيف. وهكذا إذا كنت أنت مؤمن بكل اللي قاله ربنا يسوع المسيح، إذا كنت مؤمن بآية بسيطة زي اغفروا يغفر لكم، مش عاوز تسامح الناس ليه؟ ده ربنا حط شرط أن ربنا يسامحك أنك تسامح. أنت عندك إيمان بكلام ربنا؟ طب ما بتعملوش ليه؟ لو كان عندك إيمان بدون أعمال للإيمان ده يبقى ميت في ذاته، ملوش قيمة. بالرغم أنك أنت بتقول أنا مسيحي وباجي وبصلي وبقف في الكنيسة، بس ده إيمان ميت لأنه لم يثمر أعمال. إن كنت عرفت أن ربنا مش بيميز واحد على واحد إلا بإيمانه وحياته بتقواه، طب ما أنت بتحين الفقير ليه؟ ولو عندك إيمان مستقيم هتحب الفقير زي الغني، هتحترم ده وهتحترم ده. لكن إذا كان أعمالك فيها محاباة معناه كده أن الإيمان بتاعك ميت في ذاته. كل حياتنا بتتقاس على الحتة دي، كل سلوك يخرج من إيمان. يعني اللي بينشغل بالفلوس جدا بينسى الأبدية، مع أن لو سألته أنت مؤمن أن في حياة أخرى بعد الحياة دي يقول لك آه. طب مش بتحضر لها ليه؟ اسمعنا بتحضر لبكرة لأولادك ولراحتك فمش في بعد بكرة؟ وانت عندك إيمان أن بعد بكرة ده حياة أخرى مش في الزمن ده، فمش بتحضر لها ليه؟ يبقى الإيمان بتاعك ميت في ذاته، لأن لو في حياة أخرى عنوانها ومدخلها الصلاة والإنجيل وحب الناس والحال المقدسة هتمشي في السكة دي كأنك بتحوش لبكرة. لكن لو أنت عندك إيمان كلام بتقول أنا عندي إيمان بالحال الأخرى وما عملتش أي حاجة روحية، يبقى إيمانك ميت في ذاته. كل سلوك روحي له أساس في الإيمان، وكل إيمان لا يخرج عنه سلوك روحي أو عمل صالح يبقى إيمان ميت في ذاته. من هنا لما ربنا يجي يقسنا مش هيتغش في كلامنا، عشان كده في آية خطيرة تقول إيه، متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. يعني يوم ما يجي المسيح في الآخر يا ترى هيلاقي إيمان قد كده؟ رب شحيح. أيوة الإيمان الحي مش الميت في ذاته شحيح. كل الناس بتقول ربنا موجود بس 90% من الناس مش عاملين خاطر لوجوده، إيمانهم ميت في ذاته. كل الناس عارفة أن في حياة أخرى، ده أديان كتيرة بتقول كده، لكن مين بيحوش للحياة الأخرى بلغة الحياة الأخرى؟ قليلين هم. هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. يعني لو اتنين وقفوا قصاد بعض، واحد بيقول أنا عندي إيمان بربنا والتاني بيقول أنا عندي أعمال صالحة، يا ترى مين اللي معاه حق أكتر؟ يسألوا بعض. اللي عنده أعمال يقول له وريني إيمانك بدون أعمال وأنا هوريك بالأعمال إيماني. فاهمينها؟ طبعا ده اللي هيطلع معاه حق، لأن اللي عنده إيمان كلام بس بدون أعمال مش هيعرف يثبت إيمانه أبدا، مش هيعرف يثبت إيمانه. لكن اللي بيعمل صالح بسبب إيمانه، إيمانه مستقيم أمام الله.
اللي بيستحمل اضطهاد من أجل اسم المسيح، ما ده عمل يدل على إيمانه بربنا يسوع المسيح. اللي بيفرح في التجارب، ما ده عمل رد فعله للتجربة، بيحتملها بشكر. طب بيعمل كده ليه؟ الإيمان اللي جواه بيخليه يحتمل ويشكر، لكن العادي يتذمر. فإذا كان واحد عنده إيمان نظري بيقول أنا عندي إيمان جامد أو أن كل الأشياء تعمل مع الخير ويتذمر على كل الأشياء، نقول له لا، إيمانك ميت بكلام بس. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيمان. عشان كده مفيش حاجة اسمها إيمان بدون أعمال، إيمان حقيقي يعني عند ربنا، يبقى مزيف. ما ينفعش نبقى مسيحيين بالاسم ما نبقاش مسيحيين أساسا. لما كانتش حياتنا فيها قداسة، فيها تقوى، فيها عمل صالح، فيها التزام بوصية ربنا، يبقى الإيمان اللي بندعيه إيمان ميت ومش هيوزن عند ربنا في حاجة. لكن الإيمان بيبان في حياتنا العملية، في سلوكياتنا، في طاعتنا للوصية، في انشغالنا برضا الله، هو ده الإيمان اللي هيوزن قدام ربنا. نكتفي بالجزء ده، ناخد آية نحفظها.